هاني قولي لي بعد ما سمعتي الكلام ده ايه رأيك بقى؟ قولي لي. ايه والله انا انبسطت طبعا اكيد، ويا رب اكون عند حسن ظنهم والله تاني ان حاجه شاء الله. حلوه لما تلاقي الفرقه اللي انت جاي عليها ونجوم كبار بصراحه، يعني حاجه محتضنينك وشايفين انت طبعا اضافه، تبقى ايوه حاجه طبعا كويسه. واكيد هتبقى دافع ليكي، ونفس الكلام بالنسبه لك. اي صح. طبعا يعني صراحه حاجه مفرحه ان اشوفهم ان هم مبسوطين بينا كده، ويا رب فعلا يكون قد مسؤوليه، ان هنبذل اقصى جهدنا ان احنا فعلا نقدم مسؤوليه ان شاء يا رب. الله. طب هسالك سؤال، يعني انت في الاول وانت صغيره ويعني لسه طالعه، كنت تتمني الانضمام للنادي الاهلي؟ يعني ده كان حلم عندك ولا قلت مش فارقه يعني لجت جت ما جاتش ما جاتش؟ هو اكيد اكيد يعني النادي الاهلي كده حلم اي لعيب، عشان المنظومه كامله طبعا حاجه فخر لاي لعيب ان هو يبقى في النادي الاهلي. يعني ده كان حلم ليكي وانت صغيره؟ يعني كنت حابه اكيد تروحي؟ اكيد طبعا ده حلم، والحمد لله ان هو اتحقق، وان شاء الله بجد اكون قد المسؤوليه ان شاء الله حاجه تكوني قد زي كده المسؤوليه. وهاني يا انت رب. برضه وانت صغيره نفس الكلام؟ نفس الكلام. ايه كنت بالنسبه لك حابه تروح نادي؟ يعني قلتي الواحد وهو صغير بيقول لك نعم انا في نادي الشمس زي الفل ونجمه وبتاع؟ لا طبعا كنت حابه؟ كنت حابة طبعا، لأن يعني حاجة تانية يعني فعلا نادي كبير، فإن أنا أكون فيه ده شرف ليا كان حلم ليك طبعا. طب خليني أسألك، لما كابتن حمدي الصافي كلمك قال لك يا هاني احنا عايزينك، ايه رأيك تيجي معانا في نادي الأهلي وبتاع، قفلتي معاه التليفون، أول حد كلمتيه مين قلتي له؟ بابا. يعني